الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا العزيز في حلقة كل خميس زي ما حضراتكم متعودين. يا أستاذ أوسي أهلا بيك. أهلا بيك كابتن أمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة الأهلي، يا رب إن شاء الله نكون ضيفا خفيفا على كل الأعزاء. كالعادة طبعا. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. تمام. رأيك إيه في أليو بادجي؟ كده وش؟ على طول على طول كده؟ سخنين على طول. أنت داخل هجوم داخل هجوم بمهاجم خطير يعني. رأيك إيه فيه؟ حقيقة طبعا يعني الصفقة انتظرناها طويلا، إن الأهلي يتعاقد مع مهاجم رأس حربة صريح علشان يضيف لنادي الأهلي. قلنا إن الأهلي ما بيضمش أي لعيبة دلوقتي، أي لاعب بيجي النادي الأهلي فجاي لهدف محدد يعني. بالزبط. شوف الصفقات، لما الأهلي كان محتاج للدفاع بيجيب مين، لما الوسط بيجيب مين، لما مهاجم فكان مركز قوي على إني خلص مهاجم. أنت واخد بالك من نوعية الانتقاء واستراتيجية البحث يا أستاذ أوسي في على الصفقات يعني. يعني أنت دلوقتي رايح لإيه مثلا؟ لأوروبا بتحاول تجيب لعيب ممكن يكون أفريقي بس بيلعب في أوروبا بمواصفات معينة، خبرات معينة، عقلية معينة. ده كلام جميل وكلام حقيقي، ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي بتلعب دور كبير جدا في هذا الأمر، بالاتفاق طبعا مع بالتشاور مع المدير الفني للفريق، مع المسؤول عن الكرة في النادي الأهلي، بيتكلموا عن اللعيبه ويشوفوا ويتفرجوا ويحطوا مقاييس ومواصفات معينه. بالزبط. زي عمليه اختيار فايلر بالنسبه للنادي الاهلي. شوف هما عملوا ايه، وكان في هجوم شديد جدا على النادي الاهلي والبتاع ده اختار، ولكن ثبت ان الاختيار صحيح وصائبه باذن الله سياتي ثماره في المستقبل بدرجه كبيره جدا. لجنه التخطيط بالنادي الاهلي القصه ديت ان وضعت عدد غير قليل من اللعيبه دي طبعا لقطات لأليو بادجي لاعب النادي الاهلي الجديد. اتفضل. بالظبط يعني عدد غير قليل من اللعيبه المميزه اللي الاهلي ممكن يتعاقد معاها، واللي ممكن تضيف للنادي الاهلي وتفيد النادي الاهلي. احنا شايفين ان هو ابرز حاجه بيشتغل عليها هو ضربات الرأس، لان هو طويل، هو عنده 22 سنه، طوله 192 سنتي 189. ده يا عم ده يعدي مترين ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني عامل توفيق. فرقتي 2 سنتي يا استاذ اوسي ماشي يعني ده تفرق يا استاذ خلاص خليها 190 ماشي. لكن بص القدرات لا يعني مهاراته وتحركاته جوه منطقه الجزاء مميزه جدا، وقدرته على التخليص المباشر حلو، بطء وتسديد على المرمى بشكل قوي في بدقه بتوجيه بادجي، يعني حاجه ان شاء الله تكون اضافه قويه واضافه مميزه للنادي. دي بعض اللقطات طبعا اللي شايفينها من مهاراته ومن اهدافه، وان شاء الله كل الحاجات دي مع النادي الاهلي. لما نبص للنادي الاهلي ليه جايبه؟ لانه محتاج لاعب في الحته دي تحديدا عشان يقدر يخلص يخلص العدد الكبير جدا من الكرات اللي بيوصل المنطقه دي، والاهلي ما بيستفدش منه الا قليلا يعني. الاهلي ما بيجيب 4 و5 دي نسبه من 15 مره ممكن تكون وصلت فيها واخد بالك يعني. تلاقي مثلا الاهلي كسبان 5-0 ماتش طنطا ومضيع مجموعه استغلال أهلية. الفرص يعني استغلال الفرص هو بيجيد هذه العمليه جدا، لا سيما قلنا هتجي له من علي معلول، واحد جي له من هاني او فتحي رمضان ان شاء الله يرجع بسلامه، من احمد فتحي، من هاني، من كهربا، من أفشة. احنا عندنا تلت امامي بصراحه، لا يعني في 7 5 6 كده بيقدموا دايما، هيرموا الكور جوه المنطقه دي، عايز حد يخرج بشكل كبير جدا. اكيد ده هيشعل منطقه الهجوم بين المهاجمين اللي هيبقوا موجودين مع الاهلي واللي هيستمروا مع الاهلي، اللي زي مروان محسن، زي ازارو، زي اجاييه، يعني كل دول اكيد وجود حد بيشعل المنافسه يعني بشكل كبير جدا، ودي دايما الاهلي بيعملها بشكل كبير بين اللعيبه، لما يكون عنده لعيبه عايز يحرك الدوافع جواهم فبيجيب حد جديد يكون اضافه وكمان يرفع الموجودين في المريض. فزي ما قلت لك ان كان في مطروح عدد غير قليل من اللعيبه باللجنه التخطيط مع الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم، وتم الاتفاق وترتيب مجموعه من العناصر. كان رقم 1 المدير الفني بيفضل اللي هو أليكي رقم 1، لكن طبعا ارتفاعه مبالغ فيه في الثمن. هو كمان المدير الفني الجديد هناك في لوزرن تمسك بيه بشكل كبير يعني. طب الاختيار اللي بعديه على طول كان أليو بادجي مباشره، وهذا الاسم لم يطرح الا تقريبا يوم الثلاثاء، يمكن يعني معظم المواقع والصحافه الالكترونيه في مصر والصحافه الورقيه لم تطرح اسم أليو بادجي، لكن هو كان مطروح من الاول على طاوله المسؤولين. لا موجود بالزبط. بس مش لكن بس ما كانش معروف، ما كانش متداول اعلاميا يعني، لكن هو يعني موجود والاهلي على اتصال بيه يعني. في اسماء كتير طرحت واسماء كتير القيت على وسائل الاعلام وفي الميديا بشكل كبير جدا، لكن لم يكن لها وجود. كانت اجتهادات واجتهادات مشكوره من الناس كلها يعني، عادي يعني كل واحد بيحاول يجتهد حسب المعلومات وحسب اللي عنده. فكان الاختيار مباشره عليه، وهو لاعب المؤكد ان لما تشوفوا ان جاي من رابيد فيينا يعني بيلعب في النمسا، يعني اكيد المنافس المباشر لريد بول سالزبورغ النمساوي اللي بيلعب في الشامبيونز ليج، اللي كان بيلعب في الشامبيونز ليج، يعني منافسه قويه يعني. طبعا واقصد ايضا ان ريني فايلر يعرف هذا اللاعب جيدا مؤكد يعني، لانه موجود في النمسا اللي هي بلده اساسا يعني.
لا سويسري ده اصل سوري هتغير جنسيه فايلر فبالتالي لا 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 لازم جدا فهو عنده خبره كبيره جدا لان اللعيبه في اوروبا بيبقوا متابعين بشكل كبير جدا في في الامور يعني فالاختيار كان بدقه وكان انت قصدك ان الدوري السويسري والنمساوي بيفرغوا دايما الدوري الالماني فالمتابعه دايما هناك بتبقى موجوده بالظبط هذا المقصود غير كده ان اوروبا كلها تقريبا يعني تكاد تكون بلد واحده يعني وكل اللعيبه بيكونوا تحت المنظار واحد يعني مثلا زي ما شفنا انتقال مثلا محمد النني للدوري التركي فمتابع مش شايفينه في لما راح يلعب في تركيا لما كان موجود في النمسا وخدوه يلعب في ارسنال لما صح كان بيلعب في روما وراح لعب يعني المتابعات كبيره جدا متابعات كثيره جدا لكل الناس فشايفينها فهو شايفه وعنده اكيد ليه عيونه الناس اللي شايفين الامور هناك يعني فان شاء الله تكون صفقه موفقه توافق يعني كان في توافق على اختيار باجي انضمام يعني لصفوف النادي الاهلي ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق بالمناسبه يعني تواجد اليو باجي مع النادي الاهلي ده ما يقللش اطلاقا من المهاجمين الموجودين المنافسه ما بينهم هتبقى قويه المهم في الاخر صالح الفرقه اللي افضل هو اللي هيلعب طبقا لرؤيه مستر ريني فايلر وان شاء الله نتمنى لهم دايما كل التوفيق في كل البطولات يا استاذ اوسي مباراه امبارح رايك فيها ايه مع طنطا رايي فيها 33 نقطه 33 جون يعني حاجه عظيمه جدا يعني بالنسبه للنادي الاهلي و11 من 11 الارقام دي طبيعيه لا طبعا مش طبيعيه يعني عمرنا ما شفنا كده الحقيقه يعني انا عمري ما شفت انطلاقه للاهلي بهذا الشكل وهذا الكم من الاهداف انت بتتكلم 11 مباراه في 33 جون يعني معدل تهديفك بالظبط 3 اجوان ودي نسبه عظيمه بالنسبه للتهديف لم يصل اليها الا النادي الاهلي وفوق ذلك شباكك لم تستقبل سوى هدفين يعني انت بتلعب بتهاجم بشكل كويس جدا وبتدافع بشكل كويس جدا بالرغم من الاخطاء اللي احنا بنشوفها موجوده واللي كلنا نتمنى ان شاء الله انها تختفي بالنسبه لله واكيد فايلر عامل تركيز عليها بشكل كبير جدا ان يعالجها لكن النادي الاهلي السنه دي عامل حاله هجوميه غير عاديه ده نتيجه الطريقه الهجوميه اللي بيلعب بيها فايلر بشكل كبير جدا والضغط العالي اللي بينفذه بعدد كبير جدا من اللاعبين ده بينتج عنه فرص كتيره جدا فلما مثلا يوصلك من 10 ل 15 مره قدام الجون وارد جدا انك انت تجيب جون واثنين وثلاثه واربعه في اغلب مباريات متوسط المباريات الاهلي يعني نقدر نقول متوسط فوز الاهلي في كل المباريات 3-0 مثلا يعني بمعدل 3 اهداف يعني لكن انك انت كفريق تبقى بتلعب ومتقدم بجون ومن ركله جزاء جاءت بعد متابعه اللي جابها حسين الشحات وبعد ذلك يظل طنطا صامدا حتى الدقيقه 79 وفجاه يعني في اخر 10 دقائق اربع اهداف تستقبل شباك طنطا اربع اهداف او الاهلي يسجل اربع اهداف ده ليه عده دلائل ان الفرقه بتجيب اربع اهداف في اخر 10 دقائق في اصرار في حماس في رغبه في جانب تركيز بدني شديد جدا كويس كمان في جانب ده الاهم اللي جاي لك فيه واللي خليت اخر عنصر اللياقه البدنيه للاعبين انك انت يعني بتنهي المباراه بشكل افضل كثيرا مما بدات به وده يدل ان الفرقه بتشتغل كويس واقفه على رجلها كويس وبدنيا كويس طب اللي احنا بنشوف الدوري ده اكيد هتسالني السؤال ده بنشوف الدوري ده انك انت ليه ما بيظهرش في افريقيا يعني ما ده سؤال لاحق انا هسالك عليه بس انا عايز اخلص بس الاول الكلام عن مباراه امبارح والمكاسب من خلال مباراه طنطا يعني طبعاً. مثلا كهربا رايك ايه في بدايه تهديفه مع لا ما شاء الله طبعا يعني لما تبدا مع اي فريق وتسجل جون واحد فدي بتكون عمليه دافع كبير ليك بتديك ثقه كبيره جدا في نفسك بتكون عمليه مؤشر كويس وبدايه كويسه انك انت ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه لما انك انت تسجل جونين وتصنع كمان جول في الوقت اللي انت لعبت فيه بالظبط فطبعا دي حاجه يعني حاجه عظيمه جدا وحاجه مميزه جدا وحاجه هتخلي كهربا اكثر ثقه وهتزيد من عدد الهدافين في النادي الاهلي في المرحله اضافه كهربا اضافه طبعا كهربا انت شفنا تحركات شفنا لعب شفنا اصراره في الهدف اللي صنعه وكمان غير الهدفين اللي جابهم يعني فطبعا حاجه عظيمه جدا انا بعتبره يعني واحد من ابرز المكاسب الكبيره جدا بالنسبه للمباراه الميزه فيها استاذ اوسي برده ان هو حتى وهو لعيب جناح هو هداف طبعا ودي او ده شيء مطلوب جدا بالنسبه للفرق الكبيره صلاح هداف الدوري الانجليزي ليس مهاجما صريحا يعني في اجنحه ما بيبقوش هدافين لا كريستيانو رونالدو بالزبط. حتى ميسي نفسه مش مهاجم صريح يعني فدي مش شرط يعني هو كل في لعيبه عندها قدرات عاليه عندما تتاح لها الفرصه تتمكن من التسجيل حلو يعني الوينج او الجناح دايما بيبقى المهمه الاساسيه بتاعته ان هو مثلا ايه يصنع اهداف لكن ميزه عند كهربا انه بيصنعه وبيهدف وكمان دي ميزه موجوده عند مين الناس بس مش واخده بالها شويه عند احمد الشيخ احمد الشيخ لعب ماتشات قليله في الدوري مع النادي الاهلي بس الناس بقى جايب عدد اهداف مميز الهدف اللي اتسجل في ماتش طنطا لاحمد الشيخ بهدف جمله تحفه
جمله تحفه طبعا. بعيدا عن بعيد عن الاسيست اللي عمله علي معلول الرائع. شوف التسديد، شوف الدقه، شوف التوجيه، شوف الهدف. فطبعا حاجه يعني عظيمه جدا وحاجه مميزه جدا لاحمد الشيخ، يعني بترجعه كتير جدا وحاجه مميزه ليه. فدي المكاسب الكبيره جدا برضه انك بترجع وتديله ثقه بعندك هدف منك لعيبه موجوده يعني. فطبعا دي حاجات المدير الفني سابه في الملعب يا استاذ اوسي، يعني المدير الفني سابه اكتر من ماتش ورا بعض بيلعب موجود يعني. حتى لو في بعض الانتقادات ممكن تبقى من الناس الراجل مركز. مروان ينزل ويسجل هدف من الاهداف الجميل يعني بص بالاهداف الحلوه جدا يعني. ان عنده ثقه، وده نتيجه ان هو سجل هدفين في الماتش اللي فات فاخد ثقه اكتر، فنازل عنده اصرار انه يسجل. المهاجم لما بيسجل في ماتش يبقى عنده نهم كل ماتش ان هو يسجل طبعا لان خلاص هي دي شغلته ان هو يسجل اهداف يعني. مروان تعثر كثيرا والكره وقفت معاه كثيرا، لكن اعتقد ان المرحله المقبله ستشهد شكلا مختلفا تماما لمروان محسن، لا سيما بعد حضور اليو بيجي، لان ده هيشعل المنافسه اكتر بينهم يعني. بالظبط، لان الافضل اللي هيلعب دايما يعني. فاكيد مروان هيكون له دور كبير جدا في المرحله اللي جايه، وبيجي اكيد هيكون له دور في المرحله الجايه، والمصلحه كلها تصب في مصلحه بالزبط. النادي الاهلي مكاسب كبيره وعديده في الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي من خلال اخر ربع ساعه كمان بالتحديد في مباراه امبارح امام طنطا. ان شاء الله المكاسب دي تستمر على مدار الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه هتشهد ايه بقى استاذ اوسي؟ هتشهد مباراة المقاولين. تحب نتكلم عن مباراة المقاولين الاول ونرجع نرجع لورا شويه وماتش بلاتينيوم عشان احنا ما اتكلمناش عن ماتش بلاتينيوم. خلينا بس نخش على مباراة المقاولين ونتكلم على ان برضو ان الاهلي 33 نقطه من 11 مباراه ومتصدر، واللي بعده المقاولين اللي هو هيلعبوا ان شاء الله يوم الاحد 29 نقطه ولعب 12 مباراه 13 مباراه ازيد ماتشين من النادي الاهلي فرق اربع نقاط للاهلي وفرق اربع نقاط يعني. بس لسه عندك الماتشين مجانين، لكن احنا بنتكلم على الوقت. هنتكلم على الوقت. المقاولين من الفرق المميزه جدا السنه دي مع مدير فني كفء، ليه شخصيه، ليه بصمه، ليه اداء، ليه قدرات مميزه. دي مباراه الدوري يعني. دي مباراه الدوري السنه اللي فاتت اللي هو اللي احنا خدنا بيها بطوله الدوري. اللي هو ماتش كسبنا 3-1. فالمباراه لن تكون سهله، لان دي بين الاول وبين الثاني في الدوري المصري. اللي لو قدرنا نطلع عليها رقم قمه، لان في التاني المباريات اللي بين الاول والتاني بتبقى قمه يعني. السنه دي لما لعبنا الاتحاد برضو في النادي الاهلي كان ماتش الاهلي الاول والاتحاد التاني كانت قمه. الاهلي بيلعب المقاولين الاهلي الاول والاتحاد والمقاولين التاني تبقى ماتش قمه يعني، اللي بين الكبيرين في المسابقه. فاعتقد ان هي مباراه هيكون ليها قيمه عاليه، ليها تقدير عالي. كل فريق هيحاول يثبت نفسه. النيو فايلر هيحاول ان المباراه دي تعتبر واحده من اهم المباريات بالنسبه له، انه يخلصها علشان يوسع الفارق اكتر بين اقرب منافسيه. عماد النحاس هيحاول يعبر عن نفسه بدرجه كبيره جدا من خلال قدراته الفنيه كمدرب، من خلال قدرات لاعبيه، من خلال استغلال الاوراق اللي عنده، ومن خلال قدرته على مواجهه اسلوب وطريقه لعب النادي الاهلي اللي هي بتلعب بفكر الفايلر. كويس. فهتكون مباراه فيها شغل فني مميز بصراحه كابتن عماد النحاس. هيتعبنا الماتش ده. هو عماد النحاس ده تتلمذ على يد البرتغالي مانويل جوزيه الساحر، معشوق الجماهير النادي الاهلي، اعظم مدرب في تاريخ النادي. واضح ان هو كان بيبقى قاعد مركز قوي في التعليمات اللي بتدي مانويل جوزيه، طريقه كلام من ده. ما في ناس، في ناس بيشتغلوا مع مدربين كبار وبيكون لهم شكل، لكن يخرجوا من التجربه بلا شيء يعني. ما لكن في ناس بيخش بيتعلم من جون بتاع حسين شحات ده طبعا كان من الاجوان الكبيره. فاعتقد ان المباراه هتكون قويه وهتكون مهمه، هتكون مؤثره بدرجه كبيره جدا، مؤثرة على الفريقين ونتيجتهم يعني. مدى تأثير هذه المباراة على المباراة اللي بعديها على طول مع النجم بقى من وجهة نظرك؟ لا دي مباراة مهمة جدا. أنا بعتبر دي إن دي يعني البوابة الأولى لمباراة النجم. إنك بتلعب مع فرقة تقيلة جدا، فرقة قوية جدا، وأنا أكاد أجزم أن المقاولين أقوى من النجم الساحلي. كمان. بالظبط يعني. على فكرة النجم لسه خسران من الترجي الماتش الأخير ليه إمبارح أو الأول إمبارح تقريبا، خسر 1-0 في الدوري التونسي. والنجم مش هدف اللاعب الليبي مش متذكر اسمه، سليم مميز قوي. انا برضو مش متذكر اسمه، فاكره. لكن في النهايه بقول لك النجم الساحلي ليس بالفريق اللي هو اللي احنا نعرفه، الفريق الاتقل الكبير اللي احنا كنا بنشوفه يعني. فان شاء الله تكون مباراه المقاولين، ما اقدرش اقول بروفا، تكون يعني بوصله تعرف من خلالها انت قدرتك تقدر تعمل ايه. بالزبط. لانك انت مطلوب انك انت تكسب بشكل قوي وشكل مريح، وتوجه انذار للماتش الاخير، لانك انت رايح للهلال في السودان ان شاء الله. فلازم تخلص بعدد كبير جدا ان شاء الله من الاهداف وتروح السودان ان شاء الله عشان تحقق نفس النتيجه، لانه لا بديل ولا سبيل امام الاهلي سوى ان شاء الله. ما فيش حاجه اسمها انك انت تكفيك نقطه او التعادل او مش عارف ايه، تكسب او بلاتينيوم ممكن يتعادل مع الهلال او يكسب، كل ده الغي كل ده فوق.
عندما تكون الفرصه بيدك. صحيح كانت ممكن تحسم في الماتش الماضي ماتش بلاتينيوم، اذا لو كنت كسبت كانت الامور خلصت بقى، خلصت بالنسبه لك، كنت تكسب النجم الساحلي هنا 2-0 كنت اول مجموعه على طول يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وربما ضاره نافعه. فرقه حطتك في مازق، فالاهلي في الظروف الصعبه بيبان المعدن الاصيل للنادي الاهلي، وان شاء الله يقدروا يحققوا نتائج طيبه يعني، وفرصته كبيره جدا ان يتصدر اول مجموعه. البعض يقول لك خلاص مش هتصدر، لا تتصدر اول مجموعه طبعا. لانك انت دلوقتي اقصى، لو انت كسبت النجم الساحلي اقصى حد ليها هيوصل 12 بونت. انت لو كسبت النجم الساحلي والهلال هتبقى 13 بونت بالظبط. فنتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق هذا جماهيره، ومعودهم دايما على ان يكون دايما الاول في مجموعته باذن الله. للاسف يوم السبت اللي فاتت ما كانش يوم مبهج بعد التعادل مع بلاتينيوم. بتشوف الاسباب ايه من وجهه نظرك ان هو مبقاش يوم مبهج بعد هذا التعادل، وازاي النادي الاهلي يقدر يتعامل مع المرحله اللي جايه من المباراتين المتبقيين في دور المجموعات؟ وهل الظروف اتصعبت بشكل كبير؟ هل الاهلي فقد بريقه يا استاذ اوسي بعد التعادل في هذه المباراه بعد زي ما البعض بيصور يعني؟ انت سالتني سؤال عنقودي. اه بالظبط، ثلاث اسئله ببعضيها. فخلينا نمشي واحده. الظروف اللي اثرت على الاهلي في المباراه الاولانيه، حلو، خلينا في ماتش بلوتونيوم وزيمبابوي. رحله قاسيه جدا ورحله شقه جدا تدمر اي حد مع درجه حراره مع رطوبه عاليه، واخد بالك؟ وفوق ذلك تتعرض لثلاث اصابات من اعمده الفريق، وكان الاصابات اللي موجوده اصلا لم تكفي يعني. يعني حوت الاصابات عمال يبتلع في لعيب الاهلي، لو منهم اصابه قبل الماتش يبتدي على طول. بقول يعني انت عندك تسعه موجودين او ثمانيه موجودين مصابين من اللي هم من الاساسيين بتوع الفرقه، وفجأة يجي وليد سليمان قبل المباراة، يجي قفشة يصاب، يجي أليو ديانج يصاب، كل ده بيأثر عليك وكل ده بيهز الفرقة وكل ده، لأنك أنت مهما كان عندك يعني تجهيزات واستعداد، يعني في لعيبة برضو عندها قدرات خاصة، عندها مهارات خاصة، عندها إبداع في الملعب، فلما تفقدها بتفقد حاجات كتير جدا يعني، وأبرزهم وليد سليمان طبعا بالطبع يعني. طبعا طبعا. فدي الحاجات كلها طبعا كان لازم تأثر على فرقة تهز الأهلي، ولازم تأثر عليه بدرجة كبيرة جدا. بل بالعكس يعني يمكن الظروف دي النتيجه دي يمكن انا بعتبرها والله الى حد كبير، لان كان في امكانيه ان الفريق البلاتينيوم يسجل الهدف في مرمى الاهلي اخر قد يحسم بيه المباراه يعني، وهنا كانت تصعب المهمه اكتر يعني. طبعا. لكن الحمد لله ان رغم كل الظروف دي قدرت ترجع باقل الخسائر، انت في النهايه ان تعود بنقطه افضل من الا تعود بشيء يعني. أكيد أكيد. ودايما في 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 دوري المجموعات في دوري الابطال في قاعده اساسيه، ان تفوز بكل المباريات على ارضك ولا تخسر خارج ارضك. وان كسبت مباراه يبقى ده شيء رائع طبعًا. لكن صحيح على الاقل ما تخسرش. صح. ده معنى ايه؟ انك انت معاك تسعه وهيجي لك كمان تبقى معاك 12 بونت. دي القاعده. لكن اذا فقدت نقاط على ارضك وخسرت بره ارضك كمان، فالامور بتتصعب على الامور يعني. الاهلي حتى الان يعني يمكن طبعا كسب الماتشين اللي كانوا على ارضه، ويبقى له ماتش النجم الساحلي ان شاء الله بثلاث نقاط باذن الله، يبقى 10 نقاط لما يكسبه. وعنده ماتش اللي بره مع الهلال، يعني التعادل طبعا يكفي، لكن المؤكد الاهلي لن يلعب للتعادل وسيلعب للمكسب في هذه المباراه يعني. ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني خاص بايه؟ هل الاهلي فقد بريقه يا استاذ اوسي؟ البعض بيشكك بعد تعادل النادي الاهلي مع بلاتينيوم في قدره النادي الاهلي على الفوز بطوله دوري ابطال افريقيا. كلام غريب وكلام عجيب وكلام ناس بتتعامل مباراه بمباراه، ودي لا هي طريقه النادي الاهلي ولا سياسه النادي الاهلي. ممكن يبقى في قلق، ده طبيعي يعني، ممكن اقلق شويه. ايوه اوكي اوكي. بص على فكره احنا بندافع على البتاع ولا بنبرر حاجه مثلا سيئه. يعني ازاي واحد لاعب مثلا كل هذا الكم من المباريات، ففي مباراه تتعثر فيها، مباراه النجم الساحلي عارفين ظروفها وكله طبعا. الاهلي كان مسيطر على المباراه ومحكم قبضته على المباراه، كان قاب قوسين او ادنى ان يبدا يتقدم او يسجل اهداف، فاذا بالحكم يتدخل ويطرد ايمن اشرف، فتنقلب الامور راسا على عقب، ويحصل الاهلي علشان يقدر يعوض التغيير ده اللي يطلع واللي ينزل، وتغييرات جوه الملعب وتغييرات بره الملعب، يعني عملت دربكه كبيره جدا في اداء الفريق. الماتش ده قلنا فيه ليه اسبابه يعني، واخد بالك؟ الماتشين التانيين اللي كانوا هنا الاهلي كسبهم بشكل كبير جدا يعني، لكن ما حدش يقعد يقول لي ان ده اصل الاهلي افريقي، الاهلي محلي. امتى الاهلي كان محلي؟ ده الاهلي ابو الافريقيه وابو العالميه وابو الاقليميه يعني. الاهلي دايما في المباريات الكبيره الثقيله بيلعب وبيأدي يعني. فالراجل يعني في مباراه الاهلي كان سايق فيها، وارد جدا انك تكون بقى خلال 15 20 مباراه، وارد جدا انك تكون سايق في المباراه، ده مطروح جدا. ولا سيما ان قلنا ان هذه المباراه تحديدا تعرض الاهلي فيها لظروف كبيره جدا. والفريق الثاني انت لو تفتكر انا يوم الخميس اللي عدى قلت لك يا عم امير ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله، اكيد، وان في فرق مهما كانت درجه صغرها وقله خبرتها وان هي ما كانت صفر من النقاط الا انك انت تخاف من حرافيش الكوره دول.
يعني دول ممكن يعمل لك مشاكل كبيره جدا، يعني دايما خاف منهم لانك انت الكبير بتبقى عامل له حساب. يعني ممكن تلعب مع برشلونه فتعمل معاها مباراه كبيره جدا، مش تلعب مع فرقه ملهاش وجود في القاره ولا حتى في الكره المصريه وتزعجك وتعمل لك ازمه وما تقدرش تسجل فيها، لان عندهم دوافع غير عاديه ان يعملوا نتيجه كبيره قدامك يعني. ولا استنى كمان ان هم غيروا 6 لعيبه في الفريق والحاجات دي كلها، كل ده كان بتاع 3 لعيبه ولا 4 لعيبه اضافه. وفي نفس الوقت انت كنت فاقد عدد كبير جدا من اللعيبه، فاقد 11 لاعب كلهم يلعبوا اساسيين في فرقه النادي الاهلي. فدي ظروف يا جماعه لازم الناس تحطها في الحسابات، ولازم الناس تحطها في الخطه قدامها وهي بتتكلم، ولازم الناس تحطها في التقييم وهي بتقيم. زي مثلا انت رايح تشتغل، لكن في اليوم ده مش محضر شغلك وعندك برد ولا قدر الله ماشي في الطريق وحصلت لك مشكله ودخلت مكان شغلك وحد نرفزك، فتطلع في النهايه مؤكد ان في اليوم ده اكيد مش هتبقى في اليوم المميز طبعا، مش مهيئ لكن لو الامور جايه بشكل كويس وجايه والدنيا مريحه وجاي عندك مثلا السكريبت بتاعك جاي عالي جدا وفي مجموعه اخبار بتساعدك بشكل كبير جدا، هتلاقي نفسك بتتالق وبتقول روائع على الشاشه بس يعني. فده طبيعي، الطبيعي انك انت ماشي متالق في يوم عادي جدا، ده طبيعي. مفيش حد، بص الكمال لله واحد، مفيش حد بيمشي دايما بهذا الشكل. اكيد برشلونه، ما احنا شفنا برشلونه في الماتش، شفت برشلونه في ماتش اتلتيكو مدريد الاخير في السوبر؟ طبعا ماتش يخلص 4-1 بعد ما تقدم اتلتيكو مدريد، برشلونه تعادل وتقدم بجون، كميه من الفرص من الدقيقه من الاولى الدقيقه لغايه الدقيقه 80 برشلونه مسيطر. بعد كده اتلتيكو رجع في الاخر خالص، اخر 10 دقائق ولا 5 دقائق يعني جونين، حاجه غريبه جدا يعني. ده كره القدم يعني، فهل برشلونه انهار ولا الدنيا خلصت وبتاع؟ بالمناسبه جابوا المدرب الجديد ستين وده مدرب على فكره يكاد يكون يشبه فكره التعاقد مع ريني فايلر في النادي الاهلي، فهو مدرب ليس له بطولات، بقى له 19 سنه بيدرب في كره القدم ودرب كل الفرق اللي دربها، بس السن ما بينهم يعني، هو راجل كبير شويه ممكن لكن لم يحصل على بطوله من قبل، محدش طلع دلوقتي لما شفناش مدير فني ريال بيتيس، ما بقول لك كان ريال بيتيس، ما شفناش حد طلع في الصحافه الاسبانيه ولا في الاعلام ولا في البتاع ولا في الجماهير بيشيل هجوم على يا برشلونه جايب واحد ما خدش ولا بطوله، ده كلام ينفع الكلام ده؟ لا ده كان هيجيب واحد كمان، ايه كان هيجيب تشافي اللي لسه ما عملش اي حاجه، تشافي مش ما عملش اي حاجه وكان كان ماسك السد في كاس العالم للانديه ونتائج في منتهى السوء واخد بالك، لكن في فرق بتحتاج مدرب بمواصفات معينه بغض النظر عن سيرته الذاتيه السابقه، وشفنا هذا ان الاهلي نجح في ده بدرجه كبيره جدا، وهنشوف هنتفرج على الراجل ده مع برشلونه يعني ان شاء الله. فكره القدم فيها ده وفيها ده، وارد جدا انك انت تتراجع شويه زي متغيرات طبيعيه زي اي لاعب، ما انت ما تتوقعش ان لاعب يلعب لك مثلا 20 30 مباراه بنفس المستوى، ده مستحيل واخد بالك يعني، بس نعم ميسي يعني ميسي بس لا وساعات والله مستواه بيقل عادي في ماتشات في ماتشات ما بقاش موجود يعني، بس نادرا يعني لو نفتكر يعني لو نفتكر ماتش ليفربول وبرشلونه 4-0 اللي كان ماتش العوده شفنا ما كانش ليه وجود صح مثلا يعني امبارح بعد الفرقه اتاخرت وخلاص بقى دقايق مش عارف هيعمل ايه يعني، خلاص قدر الله انتهت، مش هتقدر، ما ليك قدرات محدوده مش هتقدر تتجاوزها. فان الاهلي يتعثر في مباراه وهذه المباراه لما يختار يتعادل فيها كان المفروض طبعا يكسبها، عشان ايه؟ الهدف المكسب عشان تخلص ما تروحش الازمه ثانيه يعني، او تبقى الامر بايديك، لكن الامر يعني ما زال في ايد النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيلعب على اللقب، فالنادي الاهلي لا يهمه انه هيلعب مع النجم الساحلي هنا ولا يلعب مع الهلال السوداني في السودان، اعتقد ان الامور كلها واضحه ومحسومه، واعتقد الرساله وصلت من ماتش طنطا. كويس. يعني الاداء اللي حصل في ماتش طنطا واللعب والاصرار يؤكد ان لاعب الاهلي يعني كان ليهم تعامل معاهم تعامل مختلف بعد ماتش بلاتينيوم، والامور هتختلف تماما وان شاء الله قبل يوم 26 بعد تاجيل الماتش من 24 ليوم 26 لدواعي في مصلحه الاهلي بصراحه التاجيل ده كويس، عشان انت يعني عندك يوم الاحد المقاولين تلعب الحد اللي بعده مع ايه؟ مع النجم الساحلي، فمساحه زمنيه جيده في بالظبط يعني، وان شاء الله ربنا يكرم لو رمضان يلحق طبعا وليد سليمان يكون جاهز، قفشه يكون تماثل تماما، على فكره انت كده في الغالب هتلعب النجم الساحلي بعد كده تطلع السودان على طول تلعب الماتش الثاني، لان مش انت المفروض تلعب ام بي يوم 27 دلوقتي خلاص مش هينفع تلعب ام بي يوم 27 لان عندك ماتش 26 مع النجم مش هتلعب يومين ورا بعض، فبالتالي كده واضح ان لا ما خلاص ما ام بي نجم الساحلي كده انك انت داخل يعني شوف داخل في اخر يناير على البتاع وفي فبراير عندك ماتشين مع الزمالك طبعا غير الماتشات اللي في الدوري الموجوده في الدنيا، دي مرحله ثانيه بقى مهمه، دي مرحله ثانيه مهمه جدا يعني طبعا، لكن عندك ضغوطات كبيره جدا يعني. انت كمان هقول لك بالرغم ان النادي الاهلي راجع اتحرك، الماتش كان بيتلعب يوم السبت، الاهلي اتحرك بعد ما خلص الماتش بالظبط على مطار بولاوي وبعد كده راح لهراري ومن هراري راح زامبيا، وصل 3 الصبح ومن هراري راح وصل 2 الصبح او 2 الصبح ومن هراري راح زامبيا ومن زامبيا راح اثيوبيا ومن اثيوبيا جه القاهره
تقريبا واخد 6 ايام في الطريق واخد بالك. فجي جاي انت جاي يوم الاثنين الصبح بعد الفجر وهتلعب الاربع، اتمرنت مره. طب انت مش هتتمرن يوم الاثنين، اتمرنت يوم الثلاث ولعبت وربنا كرمك ووفقك، واديك بعد رغم ذلك اديك برضو الخميس النهارده اتمرنت وعندك بكره تدريبات خفيفه ويوم السبت وعندك يوم الاحد ماتش ثاني بالظبط. ففي ضغط كبيره جدا في الماتشات بالنسبه للنادي الاهلي، لولا انه فريق كبير ومتماسك ولديه ذخيره من اللاعبين رغم المصابين كان بقى في ازمه كبيره جدا في النادي الاهلي. انت في فرق كتيره جدا في الدوري طبعا بعيد عن الاهلي لما بيصاب منها لاعب او اتنين بتتاثر جامد، بتتاثر بشكل كبير جدا. لكن لما بيصاب عندك رمضان صبحي والشحات وغايب كريم ندفد ومحمد محمود عدد كبير جدا من اللعيبه وسليمان وقفشه وديانج كل ده، حمدي فتحي الواحد من امهر اللعيبه في مركزه في مصر طبعا خساره كبيره جدا للاهلي والمنتخب، ربنا ان شاء الله يعجل له الشفاء والامور تتصلح كبير جدا يعني. فدي ظروف يا كابتن. اذا الرساله ايه لجمهور النادي الاهلي اللي ممكن يكون بيقلق شويه وده حقه لان هو يعني عنده عشان كبير جدا ان احنا ناخد دوري ابطال افريقيا باذن الله. انا متاكد منه ان جمهور النادي الاهلي اللي بيحب النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي دايما وراه، حتى نشيده وراك في المره قبل الحلو. لا ده انا على المره معاك قبل الحلوه كمان، لان في الحلوه انت خلاص حلو وجميل، لكن على المره لازم اقف جنبك وادعمك. وعمر جماهير الاهلي ما بتكون يعني من اللي بتقطع في الفرقه او تحطم وتكسر همتها او يعني او تدمر معنوياتها. انا لما تجيلي لو تفتكر لما كان الاهلي بيلعب في كاس العالم الانديه وحقق نتائج سيئه جدا وراجع مطار القاهره، لا انت قصدك على البطوله بتاعت باتشوكا لما خسرنا 4-2 وراجع من مطار القاهره وقعد كان في ابو تريكا وبقيه اللعيبه وبقيه النجوم قعدوا باكوا 2008 اتذكر 2008 شوف كان استقبال الجمهور بعدها ايه اللي حصل يعني. البطوله اللي بعدها نروح تجاه ونجيب الميداليه واخد بالك، وهتشوفونا في بطوله افريقيا وهتشوفونا في الدوري ده جمهور النادي الاهلي يعني جمهوره ده حماه. فالجمهور ده حامل الفريق حتى وانت عثرت هقف معاك. وعمر الجمهور ما يتخلى عن النادي الاهلي تحت اي ظرف من الظروف طبعا يعني. كون ان حد يعني عنده شويه حماس وعنده رغبه ان الاهلي ينهي ويخلص بدري فده شيء طبيعي وشيء محمود وما فيش مشكله طبعا، لكن انا قصدي يعني ان احنا ما نهزش الثقه في اللعيبه في الفرقه، لازم نفضل مسندين واثقين طبعا. فريق النادي الاهلي فريق الاهلي قويه ومتماسكه ومن احسن الفرق اللي بتلعب كوره السنه دي، ومتعونا بكره قدم حقيقيه السنه دي الحقيقه، واستمتعنا في الدوري ب 33 هدف حاجه عظيمه جدا مع مزيج من الانسجام وعوده المصابين ودخول اليو باجي مع المهاجمين. اعتقد ان فرقه الاهلي هيكون لها شان ثاني باذن الله. في تنوع في الخط الامامي يا استاذ اوسي باضافه اليو باجي وعدد من اللاعبين الموجودين في الخط الامامي سواء كصانع العاب كوينج كمهاجم، التعدد ده اكيد هيكون مفيد بالنسبه للمدير الفني. دايما 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 التعدد في المواصفات والامكانيات يعني بيكون مفيد للمدير الفني لانه بيديله يعني بدائل عديده جدا في الاختيارات. بيكون مفيد في عملية المنافسة ان انا بنافس نفسي يعني المنافسة داخل الفريق نفسه يعني بالظبط، ان وجود عدد كبير مميز من اللاعبين انك انت لو مش هتلعب ومش هتأدي مش هتلاقي مكانك في الفرقة. ما عندوش بص يعني الراجل ما بيهركش الراجل اللي بيحصل في التمرين واللي بيأدي وبيلعب بياخد فرصته ملوش دعوة لا بأسماء ولا بيلعب ولا انت كنت بتلعب في الأهلي ولا انت كنت شايل وانت بتجيب اجوان، تمرينك هو المقياس بالنسبه لك انك هتدخل. اعتقد ان ده هيفرض حاله شديده جدا من الاهتمام والتركيز شديد جدا في التدريبات الاهلي وهي موجوده بالفعل بشكل دائم ومستمر. وفي المباريات ايضا ان يكون هناك تركيز على استغلال الفرص واستغلال الوقت المتاح لكل اللاعب اللي هيشارك بيه في المباريات يعني بالزبط. فكله هيصب في مصلحه النادي الاهلي ومصلحه الفريق يعني. طيب بالتالي بقى عشان اقفل الملف الخاص بالنادي الاهلي بتحديد الفريق الاول، الفرق ايه؟ خلصت الحلقه في ملف لا الفرق ايه؟ ما اصل ده اللي بيهم دايما طبعا احنا هنا علشان الفرق ايه ما بين اهلي الدوري واهلي افريقيا؟ لان ناس كتير دايما بتطرح السؤال ده يا استاذ اوسي، انت شايف الفرق ايه؟ عمر النادي الاهلي عمره ما كان في فرق بين اهلي دوري واهلي محلي. كويس اصل اللي بيحاول يقول لك الكلام ده عايز يقول لك الاهلي فريق محلي ازاي يا عم، ده الاهلي هو سيد افريقيا بالظبط، ده الاهلي هو ملك القاره السمراء، ده الاهلي 8 ألقاب رقم قياسي لا يضارعه فيه احد. الاهلي في المباريات الافريقيه له صولات وجولات وانجازات كثيره. الاهلي لعب 4 جولات كسب جولتين وخسر جوله وتعادل جوله يعني ما حصلش حاجه كارثيه. الاهلي لم يودع دوري الابطال يعني لكن في ظروف معينه انت يعني بتواجهها بتاثر عليك يعني ظروف مباراه ظروف لكن ما فيش حاجه اسمها اللي بيقول كده المؤكد انه لا علاقه له بالاهلي. وفي ناس يهمها ان هي تعمل كده او تقول كده علشان تحبط الفرقه وانك انت لما تيجي تلعب افريقيا تبقى متكسر معنويا وخايف ومهزوز وعندك ثقه بنفسك دايما. مثلا
يعني اي شغلانه انك انت تتحط في بوزيشن معين فانت بتدي فيه، لما تيجي لا انت بوزيشن ده كبير عليك يعني. بقى افريقيا كبير على النادي الاهلي؟ لا طبعا. النادي الاهلي هو يعني سيد افريقيا يعني. نادي القرن في افريقيا هو اللي بيظفر بكل شيء في القاره الافريقيه يعني. بالظبط. فكون ان حد البعض بيحاول يعني يرسخ لهذه الكلمات وهذه المعاني والمفهوم ده يحاول ان يخليه يبقى سيد، وبعض من جمهورنا الاهلي ممكن ياخده ويروج معاه، اعتقد الكلام ده مش مظبوط وليس في مصلحه النادي الاهلي. ورد الاهلي سيكون في الملعب قاسيا. قبل كده افتكر في 2006 ماتش الاهلي والصفاقسي لما تعادلوا هنا، كانوا بتوع الصفاقسي بيرقصوا وفرحانين وبتاع، وده الاهلي ده احنا هنخلص عليه، انت كتير تلعب في الدوري المصري يعني وبتاع. حتى منو جيدي دخل لهم قال لهم انتوا احتفلتوا هنا واحنا هنحتفل هناك، وفي نفس الوقت الكلمه اللي لعبته اذا كنتوا انتوا عملتوها كده فغيروا الوضع اللي انتوا عملتوه. لو رحنا كمان هناك تونس وعملوا دخله كانت فظيعه، الصفاقسي ساعتها جمهور الصفاقسي وهو بيسلم البطوله للاعب الصفاقسي، وفي الاخر الاهلي كسب هناك يعني. والسيناريو ده حصل تاني قبل كده في 2012 مع الكابتن حسام البدري لما تعادلنا مع الترجي 1-1 في برج العرب، ورحت هناك كسبت 2-1 بالظبط يعني. فالاهلي دايما بتاع اللحظات الاخيره. وافكرك بقى كمان قيمه الاهلي وقميص الاهلي وفنيه الاهلي ورغبه الاهلي والحماس اللي مزروع جوه النادي الاهلي. لو تابعت ماتش الباسكت امبارح بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك في الدوري السوبر السله، الاهلي فاز طبعا في المباراه. الاهلي وزمالك كانوا بيلعبوا بعض في ملعب الزمالك في نادي الزمالك في 100 عقبه، في اربع فترات للمباراه، الفتره الاولى يكسب الزمالك، الفتره الثانيه يكسب الزمالك، الفتره الثالثه يكسب الزمالك، باقي فتره واحده وزمالك متقدم بتسع نقاط، الفتره الرابعه الاهلي عادي، الاهلي يعني بيعمل تفوق كاسح ويعوض التسع نقاط، يصل لكام؟ 99 79 79 يدخل المباراه الوقت اضافي، الاهلي يفوز بفرق 10 بوند 93 83 هي دي روح الاهلي يعني. انت بتكسب كل ده وفي الاخر الاهلي بيخلص الامور يعني. فدي روح الاهلي، دي قيمه الاهلي، دي قدره الاهلي يعني. طيب عشان اخد جانب من الامور المحليه سريعا، الفار واضح ان هو هيتطبق خلاص يا استاذ اوسي بعد وعود كانت عديده من اللجنه الخماسيه فور توليهم المسؤوليه. اكيد ده نجاح بالنسبه لهم ان يتم تطبيق الفار طبعا. لكن الاهم، هل الفار نفسه هينجح في مصر ولا شايف الامور ايه؟ مبدئيا خليني اكد لك ان الاهلي من السنه اللي فاتت من قبل كاس الامم الافريقيه بيطالب بتطبيق الفار ماشي وكان حصل على وعود ان يتطبق كتير في السنه اللي فاتت وما حصلتش. واللجنه بتاعه السيد عمرو الجنايني الخماسيه اول ما جت قالت هتطبق الفار وعجزت عن توفير ده ماديا وتقنيا وفنيا وبشريا. وحصل مشاكل كده لدرجه انهم قالوا بالدور الثاني، وبعد كده صارت شكوك انه مش هيطبق في الدور الثاني، حتى يعني تم التوافق على ان لازم الفار يرجع ويتطبق. في تدريبات بتحصل تقريبا بتستغرق حوالي 3 شهور هم هيعملوها في 27 يوم 28 بالظبط تقريبا يعني، عدى منهم يومين خلاص خلاص يبقى 26 يوم يعني. فالتدريبات طبعا يعني طبقا للمواصفات العالميه او الكلام كافي. اللي احنا بنسمعه ان هي ليست كافيه، مش كافيه واخد بالك، لكن ده احنا معنا يعني ربما هم بيكثفوا بيضغطوا، بس اذا كان ده في انجلترا احتاج ل 18 شهر مثلا يعني واخد بالك، انت بتعمله في عدد قليل جدا شهر. من في اقل من شهر واخد بالك. بس دول بيشتغلوا بقى علشان بيتجنبوا كل الاخطاء وبيشتغلوا طبقا للاسس وحاجات معينه يعني. عموما يعني في كل الاحوال هتكون تجربه يعني هتضيف اكثر مما تاخذ صح في كل صح الاحوال صح طبعا ايا كانت طبعا. واعتبر ان فتره التدريب دي بالدور الثاني نفسه ان شاء الله هتكون ايه برضه فتره تدريب اخرى، بحيث ان احنا الموسم المقبل نكون يعني بروفيشنال في هذا الامر، لا سيما ان هم متعاقدين مع شركات وعربيات نقل وحاجات بالزبط. قويه وحاجات مميزه ان شاء الله يعني. لكن في كل الاحوال خطوه مفيده لتقليل الظلم في الملاعب، لا سيما ان اخطاء التحكيم كتير. هذا الموسم كثيره جدا يعني متواصله. استاذ اسامه بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا كالعاده. ربنا يخليك يا امير، وخلص تحياتي ليك، ودايما يا رب موفق يا رب، والنادي الاهلي موفق، وان شاء الله ربنا يكرم الاهلي يوم الاحد مع المباراه القمه مع المقاولون العرب، ويكون مباراه سعيده على جماهير الاهلي ومبيجا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في ميديا. بكره احنا اجازه طبعا الجمعه، يوم السبت هنتواصل معاكم في حلقه جديده من نفس البرنامج، استنونا، الى اللقاء.